بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أرحب بكم، إن شاء الله تكونون بخير. نلتقي وياكم بالمحاضرة الثانية من مادة التدريب المنهجي لمقررات الفصل الدراسي الثاني، وهو مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن. أخذنا في المحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة الأولى من الفصل الدراسي الثاني المقدمة عن المايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن. أخذنا هذا الجزء اللي هو راح نكمل عليه الآن. زين، هذا اللي أمامكم واضح. وضحنا البرنامج من البرامج اللي تستخدم بالعروض التقديمية، فمثلا إذا كان عندي محاضرة، إذا كان عندي مؤتمر، والبحث اللي خاص بي أريد ألخصه على شكل عرض تقديمي لمجموعة من الباحثين أو للحضور، فما يصير أعرض لهم البحث PDF أو أعرض وورد حسب ما أنا ناشره، وإنما يجب أن يعرض على شكل PowerPoint Presentation. مثلا عندي ندوة، عندي ورشة، هذا كلهن نستخدم بيهن برنامج PowerPoint Presentation، برنامج عرض الشرح. زين، وضحنا فكرة أنه نقلل قدر الإمكان من الكتابة داخل البرنامج، وعوض عنها الكتابة بصور أو أشكال توصل الفكرة إلى المتلقي بأسهل ما يمكن. أوكي، بأسهل ما يمكن، كأن تكون صور متحركة، وكأن تكون صور عادية، أو كأن تكون مقاطع فيديو صغيرة بالوقت، مثلا 5 ثواني، 10 ثواني، 20 ثانية، مقطع فيديو. أوكي، يوصل لي فكرة كلام ممكن أن أخليه بالسلايد، بدل أنه السلايد أخلي بيه الآن. مثلا إحنا أخذنا بالمحاضرة السابقة هذا الشيء، مثلا هنا بدل ما أوضح كيف يعمل الدايود، مثلا هذا العنصر الفيزيائي، أوكي، خليت صورة، أوكي، تشرح الكاركترستيك كيرف مالته، وتشرح عمله بنفس الوقت مع ملاحظات بسيطة موضحة أدناها. أوكي، فبدل أنه أجي أشرح شنو مكوناته وشنو عمله، أقدر على نفس الواجهة هاي أخلي فد مؤشرات، بحيث أقول يا أبا هذه طبقة تسمى كذا، هاي الطبقة تسمى كذا. أوكي، هذا power supply مثلا، هذا characteristic curve للدايود، وأشغل هذا السلايد راح أشوف أنه اختصرت كثير من العمل. يعني بدل أنه أستغرق 4 سلايدات أو 3 سلايدات حتى أشرح بيهن كيف يعمل الدايود وما هي مكوناته وكيف يعمل الكاركترستيك كيرف مالته وشنو الانحياز الأمامي شنو الانحياز العكسي، تلاحظون اللي أمامكم عوضت كل هذا بصورة تحمل شكل مع كاركترستيك كيرف مع شرح هذا الموضح أمامكم. الشرح أيضا يتغير طبقا لهذا الكيرف. فاختصرت، فالفكرة من الPowerPoint Presentation هو الاختصار، وليس السرد، وليس كثرة الكلام، وليس الكتابة الكثيرة. الكتابة الكثيرة توحي أو تجعل القارئ أو تجعل المتلقي يشعر بالملل في استقباله للمعلومات اللي تشرحين عليه، سواء في مؤتمر أو ندوة أو ورشة أو محاضرة نفسها. واضحة؟ فلذلك نختصر قدر الإمكان في السلايدات، ونعوض عنها بكلام مختصر مع تعزيز ذلك بالصور والأشكال أو الفيديوهات المتحركة. أخذنا هذه الواجهة الأمامية، قلنا أنه هنا الكوبي والكوت والنيو سلايد، قلنا بيها أيضا أشكال هنا متنوعة. زين، وضحنا هذين المشتركات موجودات بكل البرامج مايكروسوفت، اللي هن الباوربوينت والأكسل والوورد، هذين نوع الخط وحجم الخط إلى آخره من هذه الأمور. زين، محاذاة النص، وهذني الوصول السريع للأشياء اللي أكثر شيء نحتاجهن بالبرنامج. ووضحنا أنه لما أكتب تيست معين، تيكست معين، يعني فت كتابة أو كتابة معينة أكتبها هنا، تتفعل لي قائمة بالأعلى. أوكي، الآن يعني كم قائمة موجودة عندك؟ موجودة بالشريط اللي هذا بالأعلى موضح، موجودة هاي القوائم اللي عندك. زين، لما أحدد الكتابة المعينة أو تيكست معين، زين، راح تتفعل قائمة جديدة اللي هي فورمات، أو اللي عنده بالعربي تنسيق. التنسيق شو قصد به؟ حجم، نوع الخط، تظليل، حركات الخط من ناحية
الخطوط، الظل، مثلا الافكت، التوهج، هذني كلهن 3 دايمنشن، كلهن ذني يعني تقدر تعدل عليهن في حالة انه عندك تيكس معين. هذني نفسهن بالضبط مشتركات مع الصورة. وضحنا انه قلنا اذا ندرج صورة معينة من خلال انسيرت اضافة او ادراج بيكتشر، تتفعل قائمة فورمات ايضا نفسهن اللي هن البوردر، الصورة البوردر والإفكت مالتها، شادو، جلو، ريفلكشن، انعكاس، حواف ناعمة. اوكي، كلهن ذني 3D روتيشن، ثلاثي الأبعاد نخليها زين، واللاي اوت مالتها هذا، وهذن الكوركشن مالتها ايضا شرحناها شلون اذا ردنا نتلاعب بالالوان مالتها زين. هذني بدل ان اروح للفوتوشوب واصمم الصورة، اقدر هنا وصول سريع لتغيير بالالوان او بالكتابة. وضحنا انه الشعارات الرسمية ما يجوز لي انه اغير بيها، اوكي اخليها مثل ما هي من المؤسسة التابعة. اما الصور الاخرى بامكاني ان اغير بيها كما وضحنا الان زين. فبعد عندنا خيارات تتفعل لما ننقر على الصورة بالفورمات، نشوف انه هذه برينج فورورد اجيبها الى الامام، هاي سيند باكورد خليها خلفية زين، مثل ما وضحنا انه هاي الصورة اللي الان موضحة امامكم شوفوها، هذه وضحناها انه برينج فورورد، كل ما اجيبها فورورد راح تتقدم على على التكست الموجود عندي، واقدر ارسلها الى الخلف. واضح، كل نقرة ترجعني خطوة الى الخلف الى ان ترجعني الى كل النصوص الموجودة عندي. وضحنا انه هنا عندي اقتصاص النص او الصورة، العفو الصورة من احددها، اقدر اسوي كات من عندها بهذا الشكل زين، واقدر اسوي لها كروب تو شيب، يعني اقتص من عندها حتى اشكل شكل معين، مثلا اسويه دائرة شلون هذه هسه صارت دائرة، مع الحفاظ على الاشكال الرئيسية مالتها، يعني الكتاب يكون مثل حذف من عندها اذا اريد اغير شكلها زين. طبعا هنا الهايت والويد، الارتفاع، هنا الروتيشن مالتها اذا اقدر ادورها بحسب ما اني احتاجه. اوكي، واضحة الفكرة. فهذه صور وهاي التغييرات اللي نقدر نضيف عليهن، هذني وضحناهن وشرحناهن بالمحاضرة السابقة. اليوم راح نكمل المحاضرة بأنه نتعرف على هذه الأدوات اللي موجودة بالإنسرت. عندنا مجموعة من الأدوات، منها تيبل، طبعا تقدر تسوي جدول معين هنا. أوكي، راح نفتح سلايد جديد، نيو سلايد، وراح هنا راح ندرج جدول معين، فإنسرت تيبل. أوكي، هذا التيبل اللي أمامكم هنا نقدر نعدله، ونفتحت لي واجهتين بالتيبل، فتحت لي واجهتين بالتيبل. الواجهة الأولى هي التصميم اللي عنده باللغة العربية، والواجهة الثانية هي اللاي اوت. اوكي، التصميم ديزاين، واللاي اوت اللي هي يعني حدوده او هذا الجدول شنو تفاصيله، شنو حدوده، شنو تنسيقاته، شنو نريد من عده، نحذف، نضيف، نعزل، ارتفاع، طول، عرض. اوكي زين، فهاي التفاصيل الموجودة عندنا. اوكي، النص اللي يكون به متوسط، الكتابة مالته، الدايركشن مال الكتابة، المارجن، الحدود. اوكي، وهكذا ارتفاع، عرض، ارسال الى الخلف، هذين ايضا موجودات بالفورمات زين. الارتفاع والعرض هنا سبلت حتى نفصل من عده. اوكي، انسيرت رايت، اضافة صف الى اليمين، اضافة صف، شوف هنا تفعلت الخلايا اللي او تفعل الاوبشن اللي عندي. اوكي، مجموعة من الاوبشن الخاصة بالجداول، واضح الفكرة. جدول حالة حال كأنه اكسل راح تعمل بيه زين. بعد يعني هاي التفاصيل اللي أمامكم موجودة الخاصة بالجدول، نقدر مثلا نكتب تسلسل زين، تسلسل الاسم، اوكي، الكلية، الجامعة زين، وهكذا نقدر نكتب بهذا الشكل.
نقدر نغير الألوان طبعا، الحجم، الخط، كل هذني ممكنات نقدر نغيرهن حسب الموجود. زين، عفوا. أوكي، فهذه الخاصية بالنسبة لللاي اوت. بالنسبة عندي الديزاين، تتفعل تقدر تغير ألوانه، تصميمه. أوكي، هاي يعني هذني أمور تصميمية نقدر نغيرهن. أوكي، الخطوط اللي موجودة تشوف تقدر تحدد أنت الخطوط هذني على شكل منقط أو أي شكل أنت تختاره يعجبك مثلا. زين، هاي الأمور اللي هي التعبئة مالته، أوكي، اللي هو الخط لونه شنو هو. زين، هذا إذا أردنا بهالشكل، هذه التفاصيل الأخرى. الستايل مالته شلون تريد، إذا تريد ستايل للكتابة معين. أوكي، يعني هذني البوردر، شيدينج، الظلال مثلا، التعبئة، الشكل مال الجدول، يعني أمور ليست بالرئيسية والمهمة نقدر نسوي بهذا الشكل. نقدر إفكت نضيف للظلال، هذني يضيف الكيان على اعتبار أنت جاي تشتغل باوربوينت. أوكي، الباوربوينت يعطيك الخاصية أنه هذني موجودات، هذني الخصائص ما موجودات بالجدول اللي تحدده بالأكسل أو الوورد. هذني ما يفعل الكيان، ليش؟ لانه يقول لك انت ما تحتاج تسوي ظلال او توهج للجدول اللي تضيفه. الجدول عباره عن بيانات، انت جاي تكتب وورد، ما جاي تعرض. اوكي، هنا يقول لك انت جاي تعرض بيانات من خلال جدول، فبالتالي يعطيك صلاحيه او امكانيه انه تضيف خصائص على الجدول حتى تبرز هذا الجدول، حتى تعطي اهميه من ينعرض امام الحضور. اوكي، فهذه الفكره من الانسيرت تيبل. اوكي، هذا الانسيرت تيبل. وضحنا الانسيرت بيكتشر، نختار الصورة من الحاسبة. بيكتشر اونلاين، ممكن ان تبحث اونلاين تجيب صورة. هنا سكرين شوت، انت تريد تاخذ سكرين شوت شاشة معينة، طبعا طلعك من الباوربوينت. شوف تقدر تحدد في شاشة معينة، الان طلعني وراح احدد مثلا هذا الجزء. شوف جاب الكابل الباوربوينت، واضح؟ زين، فانت الجزء اللي تحتاج تشغله وتفعل السكرين شوت، ومباشره تاخذ السكرين شوت وينضاف اوتوماتيكيا بالباوربوينت بدون انه تاخذ السكرين شوت من الشاشه وترجع تضيفه على برنامج وتسوي له سيف اس. هذا مباشره هو يعطيك امكانيه السكرين شوت. هنا البوم من الصور اذا نريد نضيف، هذه مو كلش يعني نحتاجها. زين، هنا عندي اشكال، هنا الاشكال تفيدني اذا عندي فلو شارت مثلا، اريد اصمم فلو شارت. هنا انا مال انا جاي اصمم فد خوارزميه واريد ارسم الفلو شارت، فمثلا هذني الادوات الخاصه بالفلو شارت. شوف هنا حاط لك اياها، ليش؟ لانه انت تحتاج او بسهوله هنا أنا من تحتاج تصمم فلو شارت. اوكي، اكو سهوله وفلكسبل. طبعا اكو برنامج اخر هو يصمم لك الفلو شارت او المخططات، ولكن الباوربوينت ايضا يغني ويكفي انه نصمم به فلو شارت ونحفظ الناتج اللي عندي بصوره. اوكي، فعلى سبيل المثال اشوف هنا أنا اروح لهذه الادوات، طبعا هذه الاشكال المستخدمه، الخطوط الريكتانجولر او الريكتانجلز، المستطيلات باشكالها المتنوعه اللي هو هذا مثلا. شوف من تبقى تنقر عليه وراح ينضاف الشكل اللي تريده. الشكل اللي ينضاف طبعا شوفوا كل شغله جاي نضيفها اذا تلاحظون، جاي تتفعل لي واجهه خاصه بي وهي التنسيق، تنسيقات هذا الشكل. اوكي، فمثلا اريد شكل خام يعني بدون بس اوتلاين، الاوتلاين بخط اسود، والفل نو فل اريده، والاوتلاين اقدر اتحكم بالويت مال الخط مالته، واقدر اضيف اغير نوع الاوتلاين مالته. اوكي، وهكذا اقدر اعطي لون الاوت لاين مالته مثلا لون احمر. زين، او لون مثلا ازرق، اغير الويت مالته مثلا بهذا الشكل. شوف هذا صار بالشكل اللي ضفته عندي. طبعا اضافه الى ذني
أوكي، إضافة إلى ذني. الآن هذني نتطرق لهن، واضحة الفكرة؟ فإذا شنو الفل اللي تريد، شنو تكست بوكس؟ هنا هذا يسموه تكست بوكس، هذا حد التكست مباشرة، يعني تكتب كتاب. زين، الشكل نفسه ستقول أنا هذا الشكل ما أقدر جاي أضيف عليه كتابة، صح؟ فبإمكانك أن تضيف عليه كتابة بكل سهولة من خلال خيارات تحدده وتخليه خيار أوبشن وإديت تكست. أوكي، فتفعلت خاصية الخط. طبعا هنا عادة أبيض الخط، هنا نختاره، هنا نختار هذا اللون الأسود البداية. أوكي، فهنا نقدر نكبر هالكتابة حال أي كتابة. زين، فصارت بهذا الشكل، من إضافة إلى التنسيقات الأخرى. طبعا صار كأنما تكست، هم رجعت قائمة التنسيق الخاصة بالكتابة اللي كتبتها. زين، أما إذا حددت كلها فأيضا راح تصير مشتركة، على اعتبار أن الكتابة اللي بالداخل هي أنت حاطها ضمن الشكل نفسه. زين، فنرجع لإنسيرت، راح نوضح الكتابات الأشكال الأخرى اللي نضيفها. إذا من حذفناه حذف هو الكتابة. فإذا هذا المستطيلات بأشكالها، البيسك شيب، طبعا هذه الأي وهذه كتابة معناها تكست بوكس. إذا أريد أحط تكست معين في مكان معين أقدر أحدده وأختاره بما أريد أني. زين، فمثلا الدوال المثلثية مثلا، رياضيات، أحدده كله، أكبره مثلا، أعطيه متوسط، أغير نوع الخط، حجم الخط، اللون. أوكي، كل اللي أنت تحتاجه تقدر تضيفه. واضح الفكرة؟ زين، فإذا هذا موضح أمامكم إضافة الأشكال. زين، هذن الأشكال المتنوعة اللي تحتاجهن حسب الحاجة. طبعا البلوك، الرو، هذن الأسهم، مش عندك سهم اتجاه حركة، سهم معين. أوكي، هذا ضفته، تقدر تكبر، تقدر يعني تغير الشكل اللي يعجبك. أوكي، التغييرات اللي تعجبك، إضافة إلى انفتاح قائمة جديدة وهي قائمة الفورمات التنسيق. أيضا هاي رجعت التعبئة مالته بداخله، نو فول تريد، هذا نو فول. أوكي، يعني بدون تعبئة. الأوتلاين تقدر تخليها باللون اللي أنت تحتاجه. زين، الويت تغيره، شنو أنت تحتاج، إفكت تقدر تضيف مثلا. زين، أوكي، هذا إفكت ضفت عليه بهذا الشكل. فكل الأشكال اللي نضيفها نقدر نحط عليها أي تغيير إحنا نحتاجه. هذن العمليات الحسابية مثلا، إذا عندك، شوف هنا أنت تكبر وتصغر حسب العملية اللي تحتاجها. أوكي، زين، فهذه بهالشكل مثلا علامة. زين، الأشكال الأخرى مثلا، عندك هذن الأشكال الخاصة بالفلو شارت، أكو أشكال عندك خاصة هذه أشكالها هنا. اذن بالكومنت، اذا عندك كومنت على شيء معين تقدر تضيفه بهذا الشكل. شوف هذه كومنت، تقدر هاي تصغرها. زين، من يتحدد طبعا يتحدد كشكل ككل. اوكي، كل الشكل تكبره او تصغره بالكيفية اللي تحتاجه. عندك بعد، عندنا هاي الاشكال هنا. زين، هذه اللي هي اكشن، هاي اذا عندك فد اكشن معين تريد تفعله. شوف مثلا هذه مايكروفون. زين، اوكي، تقدر ايضا تتفعل عندك قائمة التنسيق، فمن فعله نطي مثلا لون معين. زين، هذا فد لون معين. الاوتلاين مالته، الفول مالته تقدر تضيف، هاي الاوتلاين ضفناه تقدر تضيف، كلهن يتفعلن القوائم الاخرى. زين، من نسوي اوبشن طبعا ايضا عندك الفورمات تتفعل، السايز والى اخره من هذه الاشكال. زين، الاديت بوينت طبعا هنا يعطيك اديت لكل البوينت، اذا تريد فد بوينت معين تصغر مثلا، بدي اصغر بس هاي. شوف، اوكي، شوف شلون صارت هاي، كل شكل تقدر تعدل عليه. يعني هذا الشكل مثلا بالاوبشن، من خلال نسوي خيارات على هذا الشكل.
اوبشن راح اجد هذه تتفعل اللي هي edit points. شوف يعطيك النقاط اللي تقدر تحدد بيهن الشكل، يعني مثلا احيانا الشكل ارد اصغر منها اوكي، بس تكون هاي السيطرة عليها مضبوطة اوكي. هنا مثلا هذه ارد اصغرها مثلا اريده بهذا الشكل، ممكن كل شيء ممكن انت تغير تغييرات المناسبة. زين نرجع ايضا الى انسيرت، عندي بعد هذه الاشكال اللي نحتاجها، علامة استفهام مثلا عندك هاي تحتاجها في مكان معين اوكي. هذه الاكشن المعين تقدر تخلي ساوند لها، لان هذا اكشن متغيرات، يعني مغيرات تقدر تضيف لها حركة معينة او اكشن معين. كل هذا الحكي طبعا، كل هاي الادوات الرئيسية اللي احنا جاي نستخدمها بالانسيرت وبالديزاين وأشكال ومعادلات وصور وفيديوهات، كلهم ذني نقدر يقدرون يعتبروهن تولز حتى يبني الباوربوينت. احنا ساجين نشتغل بمرحلة نبني محاضرة، عملية building lecture by using powerpoint presentation اوكي، عملية بناء. الآن أنا جاي أعلمكم على الأشياء والأدوات الموجودة حتى تسوي تبني باوربوينت، واضح؟ اما الهدف الرئيسي من برنامج الباوربوينت هنا نكون الوظائف مهمة اللي هن هذني وظائف مهمة ورئيسية بالباوربوينت، بالإضافة طبعا إلى إعداد المحاضرة اللي هو أهم شيء طبعا أوكي، ولكن وظائف الرئيسية الأخرى، لأن ذني الأدوات يقدم لك إياها غير برنامج طبعا مو بهالسهولة والمرونة بالتعامل وياها أوكي، ولكن تعتبر وظائف يعني ضمنية مال البرنامج اوكي. وظائف الرئيسية الانيميشن والترانزيشن هذني يلعبن دور مهم جدا بعرض الباوربوينت مالتك اوكي، الباوربوينت حتى تعرضه بطريقة يجذب الانتباه، نتحكم بذني الترانزيشن والانيميشن واللي بعدنا ما وصلنا لهن اوكي. فاذا بعدنا بالاشكال جاي نضيف شكل، فهذه الاشكال الموجودة عندك الان اذا ردنا نسوي بولدينج لفلو شارت مخطط انسيابي اوكي، مثلا عندي خوارزمية معينة واريد ابني الفلو شارت مالتها، فهذني الفلو شارت وكل واحد يعطيك البروسيس مالته، فهذه او وظيفته بالفلو شارت نفسه. يعني مثلا عندي بروسيس جاي اعالج بيانات فاختار مستطيل، هذا الشكل لما عندي alternate بروسيس، يعني بروسيس متناوبة، هذا الشكل يستخدم اذا عندي decision اذا بدي اتخذ قرار. تذكرون انتم هاي تستخدموها طبعا باختصاص البرمجه، يعرفون هذا الامر انه يحط شكل معين اذا عنده decision يريد يتخذ قرار، مثلا yes or no، فاذا yes مثلا يرجعني واذا no يعبر للخطوه الاخرى. هذا مثلا عندي اذا عندي داتا اريد input data عندي جاي اعرفها فاستخدم هذا الشكل. زين وهكذا هذه الاشكال، واضح؟ هكذا هذه الاشكال، هذا مثلا كونكتر اذا عندي كونكتر، هذا الشكل يستخدم اذا عندي تيرمينيتر، يعني عندك هذا preparation عندي هذا نوضح امامكم، هذا عندي مانوال انبوت اذا عندي انبوت مانوال اوكي. زين اذا عندي هذا الشكل اذا عندي ديسبلاي اريد اعرض البيانات مثلا على الطابعة على مثلا شاشة اوكي، فهذن اللي يستخدمن اكثر شيء يستخدمن بالفلو شارت. زين يعني مثلا هسا مو بالي انه الانبوت داتا او الستارت شنو يبدي بيها، مثلا هذه نقدر نستخدمها الستارت اذا عندنا مثلا نبدأ بيها اوكي. هنا طبعا الفول ما اريد فول اوكي، واللون الخارجي اريد هذا اللي هو راح اثبت اللون الازرق، والويت مالتي هذا مثلا هالشكل على سبيل المثال انه استخدم هذه ستارت، فمن احددها وخلي الاوبشن عليها بالمنتصف اوبشن اوكي، الاوبشن راح اقول edit text، فاذا هنا start. شوف طلاب يعني ما اعرف باي ديفولت الانبوت مال الاشكال
إذا أدخلي بداخل التكست تطلع أبيض، فأحدده كله وأختار اللون اللي أريده. أوكي، هذا هو اللون اللي أريده. ستارت. الآن مثلا ضفت هذه، أريد إضافة سهم حتى أنتقل للخطوة الثانية، فأجي لهاي الأسهم، هذا السهم اللي عندي. شوف الباوربوينت الوورد ما يعطيك هيك إمكانية، أنت تقدر تبني هذا على على الوورد، ولكن الوورد ما يعطيك هيك إمكانية، أنه الشكل شوف طاق المنتصف مال الشكل، فتقدر عن طريقه ترسم هذا السهم. أوكي، السهم طبعا هذه تنسيقاته الموجودة. أوكي زين، هذا مثلا اختارنا هذا او اشكال معينة هنا، وفورمات ايضا عندك موجودة هنا زين. فاذا كل هذني متفعلات عندك تقدر تستخدمها. السهم بي يعني انواع، مثلا تريد نوع او تريد هكذا نوع مثلا حتى تنتقل للخطوة الاخرى. شوف تقدر تصغر وتكبر فلك، بس من السهم يصير بزاوية معينة تقدر أيضا تخليه كلش سماحية أو مرونة flexibility باستخدام الباوربوينت. أوكي، مع دقة بالعمل يعطيك insert. أنا وضحت إنه أكو برامج أخرى. إذا أريد مثلا input data عندي، في input data هذا أرسم المستطيل بالشكل اللي يعجبني. شوف هنا تلاحظ الباوربوينت شلون يعطيك هاي الأكسس شلون صار مساوي لهذا، بس شنو ما صار بالمنتصف نقدر نسوي بالمنتصف هيك هنا، وهذا اوخر التكست، وهذا الاوت لاين مالته باللون الازرق زين. وهنا ابدي اريد احدده من الطرف. اوكي، وراح اخلي تكست اديت تكست. اوكي، فاذا هنا راح اقول انبوت، راح اقول انبوت داتا، اذا اديت تكست input زين. الآن ما أعرف أكو مشكلة هنا، لا هاي edit point، عفوا هاي edit point أنا جاي أقول عليها. هنا أنا edit text، إذا هذا text ال input data طبعا جاي أكتب باللغة الإنجليزية، ولكن ما جاي تطلع الكتابة عندكم لأنه by default يختار اللون الأبيض. أوكي، هذا الانبوت داتا زين. تقدر طبعا عندك إمكانية إنه تكبر بالشكل زين، وتخليه بالمكان المناسب بالضبط بالمنتصف. هذا السهم نقدر نسخ لصق. أوكي، وهنا راح أجيبه، راح أيضا أخليه بالمنتصف بالضبط ويا هذا. شوف لاحظ هاي الباوربوينت تتفعل عندك هذه كأنما الاكسس او الاكسس الفيرتشوال الوهمية زين، فهذه تفعلت عندي. مثلا اريد اسوي عملية بروسيس مثلا معالجة بيانات. اوكي، فمعالجة البيانات من اقول انسرت راح اختار الشكل اللي يعالج للبيانات زين، اللي مثلا البروسيس هذا المستطيل هو يعالج بيانات زين، فأحدده بالمنتصف. أوكي، هذا كما موضح معكم. هنا أنا أزغر هذه، وهذا الأوتلاين أعطيه باللون الأزرق زين. إذن أوبشن أو خيارات إديت تكست، أضيف تكست مثلا بروسيس، وهذه راح احددها وبالضبط نفس التفاصيل راح اضيفهن. اوكي بروسيس، اوكي هذه بروسيس. ردت اضيف بعد مثلا، شوف الان الاحجام ما متناسقه، تقدر تزغر بهذا مثلا، تقدر هذا ايضا تزغر به، ماكو اي مشكله، هاي انت تتحكم بيهن حسب اللي تشوفه مناسب زين. تقدر تكمل او تضيف على الجهة الاخرى مثلا اضافة سهم مثلا. شوف السهم مثلا تقدر تضيف بهذه الاشكال اللي عندك. اوكي، شوف شلون هنا عندنا زين، عندك هاي اسهم باشكال مختلفة. تقدر لا تقول لا انا ما احتاج هذا،
أقدر أركب أسهم متنوعة بأشكال مختلفة، مثلا هذا أقدر أضيفه بهالشكل هذا، أوكي، أو أقدر أكون أنا سهم مثلا insert خط مستقيم بالبداية مثلا، أوكي، هذا خط مستقيم وبعدها إضافة خط مستقيم آخر، زين. طبعا هذني بيلهم تلقاهن اللي هن أكثر شيء استخدام، شوف كلهن جاي استخدمني اللي حطهن كهيستوري، زين. هنا أيضا هذا خط آخر، وأقدر أضيف الآن بإمكاني أن أضيف بالهوم للسرعة أضيف سهم لأنه أكثر شيء أنا جاي استخدمه هذا، أوكي، بإمكانك أن تركبه يعني، زين. فعلى سبيل المثال عندي ديزيشن أريد أتخذ قرار، هذا مثلا اللي في الفلو شارت أو الشكل الخاص بالقرار، فهنا أخلي هذا مثلا بالشكل. فبنفس الطريقة أيضا بالفورمات راح أرتبه بهذا الترتيب، فهنا راح أخلي edit text، أوكي. أنا هذا الموضوع يعني تأخرت بيه اللي هو إضافة شكل، السبب في ذلك لأنه تحتاجوه أنتم باختصاص المبرمجين، خاصة باختصاص هندسة الحاسبات تحتاجون هذا العمل، قد يفيدكم، زين. فمثلا عندي هنا أريد إف مثلا أخلي كونديشن إف إكس أكبر من 5، زين، هاي أحددها وأرتب عليها الترتيبات اللي تريد تسويها. فهنا عندك أما يس أو نو، مثلا إذا يس، أوكي، إذا يس رجعني للخطوة الأولى مثلا أو خطوة الانبوت داتا، زين. نجرب هذا بالله يفيدني، إذا يرجعني ممكن أن يفيدك، زين. شوف يس، إذا يس هذا هالشكل صار، وإذا نو مثلا عبرني للخطوة اللي بعدها، زين، هذه الخطوة اللي بعدها. فشون نضيف اليس والنو؟ تقدر تضيف insert، زين، text، هذا text، وهنا تقدر تكتب اللي تريده. فإذا مثلا يس هذا يس، وانسيرت أيضا تكست آخر إذا عندي نو، هنا أخليها مثلا إذا عندي نو هاي تفعلت. فإذا يس تنتقل للإند مالتك، مثلا هذه أريد أنسخها كما هي، هنا أنا أخليها copy here، أوكي، وهذه هي الإند مال البرنامج، إند على سبيل المثال، أوكي، واضح. فيعني هاي الأشكال أنا عندي سماحية، طبعا هسه الشكل ما مرتب يجوز والكتابة كبيرة، تقدر تزغر الكتابة وتخلي السلايد مالتك طولي ينعرض، أوكي، يعني هنا أنا هسه هاي بالديزاين أعتقد، أوكي، سلايد سايز، حجم السلايد هذا، لا مو حجم السلايد، وإنما نخليه بهذا الشكل، أوكي. سلايد اورينتيشن اخلي هذا بورتريت، زين، اللي هو راح يصير على شكل طولي، اوكي. مثلا راح هاي ما اسويها على هذا السلايد، او خلينا نجرب هنا، زين، اوكي، ماكسمايز. شوف كل السلايدات تغيرت، هنا أنا هذا صار بهالشكل هذا، من تكبر الطاق انه السلايد صار بشكل طولي، زين، اوكي. وهنا تقدر تكتب كأنما ورقة A4 صارت، كأنما ورقة A4، زين. فهذا الشكل، طبعا انا وضحت لكم يجوز بالمحاضرة السابقة وما ادري ذكرتها او ما ذكرتها، زين. هنا التكبير والتصغير، وهنا هذا الفيت سلايد، اوكي. هنا عندنا هذا السلايد شو، يعني العرض الشرائح، يعني من اريد ابدي بالعرض بالمؤتمر او بالندوه او بالمحاضره اختار هذه حتى تصير العرض مالتي ملء الشاشه، حتى يتحول العرض الى ملء الشاشه، هذا ايضا ملء الشاشه، وحتى انتقل من سلايد الى اخر انقر على اي كليك، اي كليك اتجاه او كليك ايسر او انتر ينتقل للسلايد الاخر،
او يعطيك حركه معينه. زين، هنا انا ريدنج مود، هنا يرتب لك بهالشكل سلايدات. اوكي زين، هنا نورمال هذا الشكل الترتيب اللي هو يعطيك هنا سلايدات. طبعا تقدر تكبرهن ايضا هذين السلايدات، تقدر تصغرهن اكثر. زين، يعني واضحه الفكره. هنا اذا تريد تضيف كومنت معين فعد شكل معين على فد جزء معين، هنا تريد تضيف اكو شغله مهمه اللي هي هاي ننبه عنها بالاخير، كليك تو اد نوت. هنا اذا تريد تضيف ملاحظه، يعني مثلا انت هذا الشرح اللي على الباوربوينت انت ما مسيطر عليه، شرح عمل الدايود، اذا هنا حتى اضيف هذا الكلام يعمل. اوكي، يعمل الدايود. اوكي، ومثلا انا ساعد احاول اجيب فد عمل الدايود، فد عمل الدايود. اوكي، بكل بساطه مثلا هذا هنا مثلا راح نجيبه من اي كتابه تطلع لي هسه، اريد انسخها او هذا هسه الموجود ما يحتاج كافي. زين، هذا الحكي ما اريد يظهر امام الحضور. اوكي، فشلون اخليه انا اشوفه بحيث اقدر اقراه والحضور ما يشوفوه؟ فهنا أنا امامك ضفت هذا الكلام. اوكي زين، طبعا هنا التنسيقات الخاصه بي اقدر ارتبه. اوكي، يعني هنا هذه اقدر ازغرها. زين، الان راح اعرض الباوربوينت طلاب، شوف وشوف هاي الكتابه تطلع عندك لما انت تشتغل بالباوربوينت. اوكي، يعني هنا هذا موجود الشرح زين من على هذا السلايد، ولكن هذا هل يطلع الشرح، هل يظهر للحضور؟ اوكي، شوف راح اسوي سلايد شو. اوكي، الكلام هذا يعني المفروض يطلع امامك. شوف طلاب، الان عرضه ثاني بس هو ما طلع شيء. اوكي، يعني ما طلعت الكتابة. ليش ما طلعت الكتابة؟ لانه هون مو بريزنتر فيو. اوكي، يعني هنا الباوربوينت مو بحالة بريزنتر، يعني ما مربوط فد داتا شو. لو مثلا من تربط الداتا شو بالكيبل بالحاسبة راح يعرف الباوربوينت انه احنا في حالة عرض، جاي نعرض بيانات. فهنا راح اشوف اكو اوبشن هنا اللي هو شو بريزنتر فيو. بريزنتر فيو، شوف هنا هذا العرض اللي امامك يظهر امامك هذا. اوكي، الان اللي هو ظاهر امامك، ولكن الحضور يظهر عندهم بس هذا الجزء اللي هو هذا السلايد، ما تظهر عندهم الكتابه. وبالتالي انت الان في مؤتمر او في ورشه او في ندوه والحضور، انت ما تريد تحط كتابه بالسلايد، ولكن تريد هاي الكتابه انت ما حافظها او تريد تشرح عن الدايفيشن. نقول ثنائي الدايود او اختصار الثنائي او الدايود بالانجليزي في الكهرباء والالكترون، هو نبضة الكترونية حسب دوره في السماح، هو عبارة عن عنصر الكتروني يسمح بمرور التيار باتجاه واحد فقط قبل اكتشاف اشباه الموصلات كانت انابيب. على كل هذا الكلام اللي امامك واضح، انا اشوف ظاهر امامي هذا كبريزنتر، كاعرض للحضور. الحضور ايش يظهر امامهم؟ يظهر عندهم بس هذا السلايد، الكتابة ما تظهر عندهم. واضح الفكرة؟ فهاي النوت كلش مهمة، هاي إضافة ملاحظة هنا جدا مهمة، هذه في أنه تقدر تضيف الكتابة اللي تحتاجها ولكن ما تظهر للحضور. هذه ما تظهر للحضور لما أفعل البريزنتر فيو. أوكي زين، فإن شو هنا السكرين هنا عندي بلاك سكرين وايت سكرين. أوكي، هنا الرو اوبشن، هنا عندك مجموعه من الاوبشن، هاي عندك سير، شوف الزوم هذه. اوكي، على شيء معين اثناء الباوربوينت، فمن تسوي اكزيت راح يطلع من عندها. اوكي، هنا عندك بن، هذا قلم، يعني اذا تريد تاشر تكتب على الباوربوينت نفسه، في على السلايد نفسه، فتتفعل هذه الكتابه. يعني اذا عندك محاضره او تريد عندك هايلايت مثلا، تريد هذه تظللها بالباوربوينت ايضا ممكن، يعني اونلاين هذني يعطيك اياهن. طبعا هذا اعتقد بالنسخ الحديثه، اعتقد بالنسخ القديمه يعني 2010 ما اعتقد بهذا هذه الخاصيه موجوده به. واضح الفكره؟ فاذا هنا حتى
نلخص لكم ما أخذناه اليوم. أخذنا الإنسيرت، كيفية إضافة جدول، كيفية إضافة سكرين شوت، وإضافة أشكال، وبناء فلو شارت معين، إضافة ملاحظات هنا بالباوربوينت بالبرزنتيشن الموجود، إضافة إلى السلايد شو وشنو الخصائص الموجودة بيها. أتمنى تكونوا استفادتوا من هذه المحاضرة. أستقبل استفساراتكم وملاحظاتكم ومناقشاتكم، وأي نقطة ما فاهميها بإمكانكم أن تسألوني بيها ونتناقش بيها على جوجل كلاس روم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.